لو قلت لي مليت من التليفون، يا الله عجب، شلون بدي اتحكم بيدي ماس اذا انا ملانه؟ شلون بدي ايش اعمل؟ والله بتحكم بيدي ماس، بس يا الله شلون بدي اتحكم فيها اذا هي ما بتخليني شيء. تذكرت لما كسرت عطر ماما المفضل انا فريه ريماس. هاتي التلفون لهون. ليش انت بدك بالتلفون؟ العبي بتلفونك. والله حبيبتي انا تلفوني فضل وبدي تلفونك. وليش اذا تلفونك فضل بدك تلفوني؟ حبيبتي ولا بذكر الماما لما كسرتي انينتها المفضلة؟ عطيني التلفون يلا مشان ما الا. عشان انت من هنا بتعرفي شلون شفتيني انا كسرتها؟ حبيبتي انا ما بخفى علي شيء، لا تخافي. هاتي لهوني احسن ما الا. هاتي خدي خدي يا حبيبي، ما سمعت قلي للماما خدي. ايوه شفتي شلون رديت علي وانا انت وحبابك؟ ماشي امر الله. لا ايش بدي بدي اعمل؟ بدي اشوف شلون بدي احل هالمصيبة. ريماس قومي اعبي لي كاسك مي احسن ما قالها الماما. ها قومي. عرفت انك تتشوك طول النهار، اكيد طول النهار بدها تطلب طلبات مشان ما تقول الماما. هلا كم شد علي مكمش؟ استغفر الله. فقرمي بس المرة رح اجيب لك. اذا بتحكي كلمة زيادة ده قالها الماما. ها لما كسرتيها عمى خير. حبيبتي تاني مرة بتقفي جنبي؟ لا اشرب شي رمي. تاني بقفي عشان بقلة. باي. ها ايش بدك؟ ما عندك اجل تتحركي؟ لا والله. قومي ودي احسن ما قلة. لا عمى بتفهم؟ منيح يا ريماس كملت عليك هاي الشغلة. لو كنت ما عملتي لي ايش بدي؟ ابي اخي لك اليوم شلون بدي انتهى اليوم؟ اكيد كمان بكرة بدها تساوي نفس الشيء، بس انا ما راح اخلي هذا الموضوع يعدي هيك. ماشي يا عايشة، هلا عم تتحكم فيني؟ منشوف. والله ابتسمتها ثاني يوم بيها بس ماشي. ريماس بدي ابرك على هديك الديوانة. ابركي روحي ابركي. ايش اعمل لك كمان؟ يوي بدك يعني انا اقوى؟ امشيك؟ جاي كتير متعبو، بدي انتي تشيليني تحطيني ولا بلال ماما. ها حكمي تحكمي. ماشي يا عيشة امري لله. بس حكيم تعالي شيليني لانك مليت. تعالي يا ربي دخيلك اليوم كم جيت علي ماك باش ما رح يلا شيليني. بدك تمشي على جيك حبيبتي؟ لا انا ما بمشي جاي بتعبو. شيليني يلا. هلا ايش استفدتي مثلا؟ استفدت. طب خليكي حاولي تحكي هيك بقلها للماما. بسيطة يا عايشة، الا الاقي حل لهي المشكلة. مفكرة بس هي خرجت تتحكم فيني. ماشي يا عايشة رح الاقي دوباره اخليكي تندمي انه تحكمتي فيني. ماشي ريماس امي جيبي لي مخدة واحلام لاناتي نعسة بدي انام. ايوه اجي تعجيها نومتك. ماشي يا عايشة من عيوني يا عايشة. لا رح اجيب لك احلى مخدة واحلام عشان تنامي. كيف انه انت ومانك مجعوزة على ايش عم بتفكري؟ يلا امري لله، المهم تجيبي لي المخدة والاحلام لاناتي بدي انام. لا لا وقفي وقفي ما زالك امرأة وخلي لي على هديك الديوانة مش هتحلو. وانا على فكرة احلى هون في. لا لا حبيبتي يلا احسن ما الا. تفضلي استني استني شوي. يلا حبيبة قلبي وها هاي جبت لك مخدتين. استني انت ايش بدك؟ يلا حبيبتي يلا يلا يلا. هلا بتحلمي احلى احلام بالعالم. إذا سمعت أصوات والله لا ألا الماما ما بتخافي ما رح تسمعي حبيبة قلبي. إيش هلا هي بتنام بسوي الخطة معها بفكر فيها بس تغفل. ماشي يا عايشة أنا ولا أنت؟ إيه أنا إيش هتخطط فيها أنا وهي ما هتخطط فيها والله بقلك. ولي أنت إيش فايك لك؟ ما عم بفكر شيء. عم بقول هلا عايشة بتنام وبترجع بتفيق تتحكم فيني هيك عم بقول. بس أنت نامي نامي حبيبة قلبي. أنت سمعت تاني مرة هيك عم تحكي وإيه؟
خلاص يا حبيبتي حبيبتي قلبي انت نعم تفتح عندي نوع حياة سريعة ما تعبت خطط عشي يا ويلي إذا أنا بدي استكسر عدم ولي على قامتي أنا براقبة ولي على قامتي هي كم إذن إلا لحد عم تسمعني غريبة والله البنت عادي عم تحكم علاش عم تخططي مش بنا داني بلاك لك اسمك انت كل شوي بتقومي لك انا عم بقول انه ادانك لما تحطي لي حلقه رح يصيروا كثير حلوين عرفتي علي عرفتي علي نامي هلا انت نامي انا بس هيك عم بحكي مع حالي بس هيك يعني عم بحكي مع حالي ماشي رح انام اذا سمعتك تاني مره هذا الا الماما يا اخي هاي اكيد ما رح تعمل شي خلص خيو انت انا منعتت كتير عايشة اوه باخيرا نامت التأثر فيها ماشي يا عايشة هيك عم بتسوي فيني ماشي هلأ نامت وغرقانة بالاحلام وهي ما بتعرف ايش يصير فيها عايشة خلص هاي نامت وأكيد إنه بتقيل ماشي عايشة أدي أرجع يا علو مشان تصدق أكتر ماشي عايشة بقى أنا هيك متسببني ماشي لا بس أنا هلا تدري كمان هون مشان تصدق صارت تنقلي يلا يا حرام يا بلا ولا بتفيق وبتصدق خليني اخبي كل شيء مثل ما تعرف انا وماشي عايشه كل شيء سويتي فيني رح ينرد لك هلا بس منيح صارت تنقلي ريماس قومي عبي لي مي ريقي نشفان احسن ما قال للماما ها قومي قولي عشان اشبه وشك ليش هيك وشك اشبه يا ديماس اشبه وشي ليلي اشبه وشي اشبه وشي قولي على قلبي عشان اختي ليش هيك صار فيكي تعي خلي شوفي نفسك خلي يا صار وشي لك عايشة لك هاد شفته مرض شفته على التلفون قال هذا مرض ولازم واحد يضل متشطح ما يقوم طب ماشي بعدين يعني بعدين مشان ما تنصبي مثلي ايه لازم ابعد عني هلا وشوفي هلا انت كل شي بعطيك اياه لازم تاكلي حزن لي لانه انا شفت علاج هذا المرض تمام شطح هلا بجيب لك اول علاج يا الله ليش هيك انا صار فيني بلكي هيك عذبت لي مطعم صار مين بعذب التاني بلكي هيك بصير فيه يا الله بس يا رب يروح هذا من وشي يا رب يا الله يا رب ما يكون مرض معي خليني اتشطح واسمع كلمته ايش هيك صار في وشي يا ربي دخيلك ماشي يا عايشة انتي تو هيك سويتي فيني رح يصير مثل ما سويتي فيني بأكثر ماشي يا عايشة ماشي هلا بتفتحي ماشي يا غابيك يا عايشة مني ماشي يا عايشة عايشة شوفي هاي اول خلطة سويت لك اياها مشان الطيبة لسه في كذا خلطة عرفتي ريماس انا كتير اسفة انه عذبتك وانتي كمان عم تدويني انا كتير اسفة يا ريماس انتي احلى اختي من عيوني اصلا انتي اختي وما بزعل مني خاشة بالدواء بس لازم تشربي كله مشان الطيبة راسا لك ابوس ايديكي ايش حاطه فيها امانه لك الليله امانه ايش حطيتي فيها مشان اعرف ما حب احسب مبلغها لك انت شبي انت المهم مشان الطيبه يا حبيبتي شبيها كلها شبيه لسه في وصفات وفي كمال الشبيه يا حبيبتي لسه هذا اول دواء لسه في كومه ادويه يلا شبيه يا حبيبه قلبي يا ربي الله يعني على هذا الدواء راح يصير هادي عيوني هادي هلا ريحة عم لك الوصف الثاني استنيني هون والله الحب لك يا عيشة بس يا ربي دخيلك ليه هيك عم صير فيني يا ربي اصر فيني لما نمت اوه
هاي أحلى خلطة. أكيد رح بهاي الخلطة رح نتأمن بس يا عشو. عايشة هاي الوصفة الثانية وخديها تفضليها وشبيها كلها بتنفعك هو الله. يا من عايشي حرام صدقت خليني وصفة. يلا عايشة شبيها شبيها. يا الله ديماز والله كتير حد. يا الله والله كتير حد ولي على أم ديماز. ديماز والله كتير حد. إيش في حد أطلو وربي دغيلك بس لازم أشربه. والله بس أشربي شربي حبيبتي أصلا هو حد مش هينفعك. يلا ريحة أطلع شوية قبل ما أنت تخلصي. خلصي الريحة اللي أسوي لك الوصفة الثالثة. صدقت والله هاي ما بتعرف شي. يا حرام يا عايشة أكلت بقى أبي فربعا. يا حرام الله طعمتك كتير ماي طيبة. يوه شو فاهم الشي؟ شي حاجة تطلي؟ يوي ريماس تعالي لهوني تعالي تعالي لهون. لا بدي هاي مصحة. ايش بدك ايش بك عايشة ايش بدك ليش عم بتصحيني؟ خلصت اسوي لك الوصفة الثالثة. تعالي تعالي بدكي تعالي بدكي تعي ضوقي الدواء اللي جبتي لي اياه. تعالي يلا بسرعة. بس انا ماني مرضانة. انت مرضانة هذا الدواء للمرضانين بس عرفتي عشان يدوا المرض من وشك. لك حبيبتي ما لازم اخذ منه هاد بس للمرضانين. انا ايش العلاقة انت مرضانة؟ تيكي جنبي احسن ما قالها الماما. خلي شوي الدواء يلا قدامي قدامي شوي شوي. لو اعرف هيك ما كان عملت هذا الدواء بس انا ماني مرضانة. يا الله ها شوي بعدين بقلك ليش رح تشربي. يلا بدي اخليك ايش يصير. شربت خلاص خي كملي خي كملي خي شربي شربي مشان ما تنعدي مني مشان ده فاتيكي ايش المفاجأة. اشربي يا ربي هاد مو طيب وحد قال لي سويته من الأول ايش قاعدة اشربه. شربت شربت خي ما في لا تخلصية كلها ومثل ما خليتيني اشرب هذيك لا خليكي تشربي من اشربي كلها كلها. يلا يلا شربي. يا ربي أمري لا الله كمان أنا سويت خليتها تشرب الكاسة كاملة. يا الله بطني تسأل توجعني. خدي خي خلصت خدي. منيح إنك شربتي كل الدواء وهلأ رح أفرجيك إيشو المفاجأة. هاد اللي عم بتحطيه على وشي ومفكرتيني غبية أنا ما رح أعرف؟ والله لا ألا للماما. هذا اللي عم تحطيه على وشي وتحكمتي فيني؟ وليه انتي من وين جبتي ك ك ك ك ك ك كان بجيبي هاد من وين جبتي انتي؟ تعالي فديني ايدك فديني. يلا ايش بك ايش بك ايش بك؟ في شي يا ايدك شي؟ يلا لك ايش بك؟ لا 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 ل
استني على اطلع خيتومك ينزل استني بنحصها واستني لا استني حطي حطي لا استني بس افك ايدي طب حطي ليفون استني استني شوي مش قد ما هذا تعرف لك ايدي هاتي انت كتير انت كتير صار عندك يا اختي تكتير